صباحكم نور أعزائنا ومتابعينا على صفحتنا نورسات جوردان وعلى نورسات تلفزيون تيلي لومير. بنصبح عليكم في هذا النهار المبارك، نهار الثلاثاء اللي دائما على موعد معكم للقاء شيق. أنا بتمنى أنه يكون شيق دائما في مواضيعنا اللي بنطرحها، وأيضا مع ضيوفنا المميزين والأعزاء علينا وعلى نورسات اللي بنستضيفهم في برنامجنا الصباحي، مع أنه بيكون الدنيا بكير وهيك، لكن كهنتنا دائما على موعد مع النورسات صباح باكر. فمعنا في الاستوديو أب عزيز علينا، أب أنا بعتز فيه وبحترمه وبقدره، وإله مكانة خاصة كمان عنا من روحانيته ومحبته لإلنا لنورسات، وأيضا للرعية والكنيسة، وأيضا للشعب الأردني الطيب، وهو صار منا يعني كمان أردني الجنسية، يعني بمكرمة من جلالة سيدنا الملك عبد الله أعطاه الجنسية الأردنية. فبنفتخر بوجود أبونا أنطونيو الصبحي، كاهن ومسؤول، وهو رئيس كمان طائفة وكنيسة الأقباط في الأردن. فصبحوا معي مع أبونا أنطونيوس حنا. صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. كيفك أبونا؟ نشكر الله الحمد لله. احنا جبناك اليوم الصبح بكير على استوديو النورسات، لكن أنت دائما بالعكس تستيقظ وتصلي باكرا. أحلى صباح. الله يسعدك، شكرا يا أبونا على وجودك معنا وعلى صباحك معنا ومع النورسات، إن كان على فيسبوك واللي بيشاهدونا أو على تلفزيون نورسات. شكرا جزيلا. وفي البداية أنا بشكر ربنا أنه أعطاني هالفرصة أن أنا أجي هنا وأشترك مع حضرتك في هذه الصباحية الجميلة اللي هنحكي فيها عن اسم الله لكي ما نتبارك كلنا والسامعين أيضا. بشكر ربنا في البداية، وبشكر حضرتك دكتورة باسمة على دعوتك لي، و يعني قدرت ليكي هذه الدعوة كثيرا، وانت انا بعرف انك ما بتأثري مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المملكة الأردنية مش في عمان بس، وبشكر كمان كل الأحباء العاملين في قناة نورسات الأردن، كلهم أحباء متميزون في كل شيء. كمان أثني على رسالتكم الروحية الجميلة والاجتماعية أيضا اللي بتبث كلمة الله في نفوس المؤمنين، وأيضا وراء كلمة الله لأنها مفرحة فبتبثوا الأفراح في نفوس كل المشاهدين وكل السامعين. فبشكرك شكرا جزيلا. شكر لله أبونا، وشكر لكم، يعني نحن كمان بفضلكم وبمحبتكم وصلاتكم لنا احنا مستمرين، وبنضلنا نعطي وبنضلنا نتلاقى ونضلنا نبث رسالة النور ورسالة المحبة والسلام والتلاقي. بداية أبونا، قبل ما نبلش نعطي للناس موضوعنا وأيضا أخبارنا، فنبلش بالصلاة كعادتنا بكل حلقة، تفضل تعطينا البركة. بسم الله والابن والروح القدس لله واحد أمين. إلهنا الصالح ربنا وفدينا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا ربي من أعماق القلب على هذا اللقاء، ونرجوك يا ربي أن تتواجد في وسطنا، لأنك قلت إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. قود يا ربي حديثنا عن ميلادك العجيب، عن ظهور نورك الإلهي في مزود بيت لحم. أنت تعرف يا رب كم نحن محتاجين إلى كل نعمة من بين يديك الإلهيتين، لذلك يا رب نحن نصغي لكي ما تتكلم أنت. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيستي من الآن وإلى الأبد. أمين. آمين يا رب. آمين.
طبعا احنا بنشكر كل الاشخاص، بنحيي كل الاشخاص، بنصبح على كل الاشخاص اللي معنا على المباشر اللي صبحوا معنا لمتابعة حلقتنا وايضا على التلفزيون. وبستعرض يعني جزء من نشاطاتنا خاصة في هذا الشهر، شهر 12 بتبلش نشاطات زمن المجيء والتحضير للميلاد. فهناك امسيات، هناك اضاءة شجرة الميلاد، هناك بازارات، هناك ايضا مقالات روحية عن الميلاد. امبارح حطينا خبر ان عنوان الصلاة من اجل الوحدة ل 2022 بشهر 1 راح يكون رأينا نجمة المشرق فجئنا لنسجد له. طبعا هذه الجملة في كتابات في الإنجيل موجودة بشكل ثاني، مثل ما خبرني الأبونا احنا قبل الهوى انه رأينا نجمه في المشرق او رأينا نجمه في السماء فجئنا لنسجد له، لكن الفكرة هذه التي ستدور حولها صلاة الوحدة من أجل الوحدة المسيحيين 2022، طبعا سوف يعلن عنها بشهر 1 إن شاء الله الصلاة بإذن الله بإذن الله تعالى. وأيضا هناك كان في حفلة كنا مستضيفين فيها أبونا وسام منصور عشان حفلة ماجد الرومي، لكن تأجل هذا الحفل للأسف بسبب أوضاع الكورونا اللي عم تزيد الأعداد الإصابات في الأردن وأيضا عدد الوفيات. فحرصا على سلامة الجميع وحرصا على عدم وجود تجمعات في الكنائس أو حتى بالاحتفالات، فآثروا أنهم يأجلوا هذا الحفل لتكون الأوضاع شوي أهدى. فنتمنى نحن لإدارة العامة للمدارس كل الخير والتوفيق يا رب، للسيدة ماجدة اللي بدرت منها يعني المبادرة إنها تيجي على الأردن لخدمة المدارس المسيحية وللطالب المحتاج. طبعا هذا بكرم منها، فإن شاء الله منشوفها قريبا في وضع وفي بوقت يكون في مريح للجميع والسلام للجميع. طبعا احنا تابعنا على النورسات زيارة البابا لقبرص واليونان، فالاحتفالات والكلمات المؤثرة التي جرت بين الطرفين، خاصة انتم مثل ما بتعرفوا الكنيسة الارثوذكسية هي الحائزة على العدد الاكبر في اليونان والقبرص، لكن زيارة البابا كانت جدا ناجحة ومثمرة في توحيد وزيادة العلاقات الأخوية ما بين الطرفين، الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. فكانت الحمد لله متابعة الزيارة من كل الكنائس وفي كل البلاد عن طريق طبعا الفاتيكان ونورسات تابعتها خطوة بخطوة. وكان في كادر من النورسات لتغطية هذا الحدث في قبرص واليونان، بنوجه لهم تحية ونقول لهم يعطيكم العافية، فعلا كانت تغطية رائعة. بس تعطيني 5 دقائق بس نخلص العرض، خليه على في اتصال جاءنا من سيدة، لكن خلينا نستعرض بالبداية إذا بتحب تضلها على التليفون أو ترجع تتصل مرة تانية. شكرا للمتابعة. وأيضا في هناك تقارير بنشرة الأردن في أسبوع، ومثل ما خبرتكم أمسيات وبزارات وافتتاحات وإلى آخره. أبونا نحن مناش كمان بدنا احنا نستفيد منك من جهودك في بشكل كبير. الله يعافيك يا رب. يعني زي ما حكينا شهر 12 شهر حافل بكل النشاطات، وبنحاول نغطي كل النشاطات بكل المنطقة يعني بالأردن كاملة، إن شرق غرب شمال جنوب نروح وين مكان، لكن تعرف أحيانا الإمكانيات بتكونش متوفرة إنه نكون موجودين بكل مكان بنفس الوقت، لكن الحمد لله منقول. يعطيكم العافية. وطبعا أنا متابع، وآخر مشوار إلي كان في المفرق ورجع بالليل متأخر، ويعطيكم ألف عافية. كل هاي الجهود والنشاطات بتصب في الهدف الأسمى لعمل القناة، وهو توصيل كلمة الله زائد الأفراح الروحية بالذات لكل إنسان حتى اللي خارج العاصمة، مش بس شغلكم قاصر على
داخل العصر. فيعطيكم ألف الله عافية، يعافيك يا وربنا أبونا. يبارك في جهودكم ويبارك في كل ما تمتد إليه أيديكم. وأنت أيضا يا أبونا، يعني أنت كمان إنسان نشيط وإنسان معطاء بكل الجوانب، إن كانت الروحية وإن كانت الاجتماعية وإن كانت أيضا السياحية. مؤخرا كنت في مصر مع وزير السياحة ووفد من هيئة تنشيط السياحة لترويج الأماكن الدينية، إن كان في مصر أو من كان في الأردن، على أساس استقطاب السياح يجوا للتبرك من الأماكن المقدسة عندنا في الأردن. فتخبرنا عن هالزيارة وإيش أثمرت. في الحقيقة كانت فعاليات في القاهرة كتير 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 ممتازة. نعم. يعني بس احنا مع معالي وزير السياحة والآثار معالي نايف الفايز نعم. اشتغلنا على الموضوع هذا قبل السفر يمكن أكتر من شهر يعني. نعم. في لقاءات متعددة وترتيبات، موضوع مش سهل يعني. نعم. بس كان التركيز في الزيارة الأخيرة على إحنا قبل كورونا وقبل 4 سنوات وشوي عملنا لقاء، نفس اللقاء عملناه بس من أجل تنشيط السياحة الدينية في الأردن، التبرك من نهر الأردن المكان العماد اللي اتعمد فيه السيد المسيح له المجد، وعملنا كمان شغل لزيارة العائلة المقدسة إلى مصر، القديس يوسف النجار والسيدة العذراء والطفل يسوع، المسار اللي داروا فيه عملنا. بس السفرية الأخيرة هذه اللي كانت قبل 3 أسابيع تقريبا كانت مخصصة لموضوع نهر الأردن. نعم. ليش؟ لأنه عيد الغطاس الشهر الجاي. نعم. فنشكر الله كان لقاءات في منتهى الجمال يعني، وإن شاء الله بلشنا نشوف الثمر اللي هتأتي به. عملنا معرض قداسة البابا طاودروس الثاني. نعم. هو اللي طلب أن المعرض يكون في الكاتدرائية المرقسية في العباسية. قدمنا الأردن السياحي، الأردن السياحة الدينية والسياحة الاجتماعية كمان التانية، قدمناه لأي مشاهد. المعرض ظل في الكاتدرائية أسبوع. نعم. كمان إجا مئات زاروا هذا. كان طبعا يرأس الوفد هذا تبعنا معالي الوزير والدكتور عربيات عبد الرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة، ووفد كامل الأستاذ خالد الكيلاني، روان زبانة، مجموعة كبيرة كانوا بيسهروا في المكتب كل يوم ل 11 و12 بالليل يعني. نعم. كان لقاء في منتهى الجمال، حضر 34 شركة سياحة مصرية و13 شركة سياحة أردنية. حلو. كانوا في اللقاء هذا غير المعرض. نعم. وبعدين إجا بقى كلل هذه اللقاءات كلها سمو الأمير حسين ولي العهد. نعم. كانت زيارة كمان أكثر من رائعة، و كان طبعا باستقباله قداسة البابا طوادروس الثاني في الكاتدرائية مع لفيف من المطارنة والكاهنة والرهبان وكم من الشعب كمان. يعني كان لقاء تابعنا نحن. نعم. بكل. نعم. يعني مراحله اللي انت حضرتك كمان كنت فيها، تزودنا كمان بأخبار الزيارة خطوة بخطوة. يعني كان تواصلك كمان مع النورسات، فشفنا المعرض وشفنا اللقاءات زياراتكم، وأيضا كمان لقاء مع شركات الطيران، وأيضا كمان زيارة سمو الأمير حسين. نعم. قداسة البابا كان في استقبالكم، وفي محبة مشتركة. نحن قبل فترة أكيد. كنا مع لينا عنام كانت وزيرة السياحة السابقة. نعم. أيضا زرنا مصر ومشينا في هذا المسار، لكن جاءت كمان جائحة كورونا، ممكن عطلت أو أجلت بعض المشاريع وبعض
المخططات، لكن هلا رجعنا احييناها من جديد ويعطيك العافيه. يعني انت عم تشتغل على محورين، محور اردني ومحور مصري، لكن يعطيك العافيه. يعني عم نشوف انك انت يعني ميال اكثر للاردن كمان في ترويج الاردن. انت 40 سنه صار لك بالاردن. نعم. يعني عمر الاردن يستحق اكثر من ذلك، لان في شيء جاي بالدوكيومنتس تبعه. الاردن ذكر في الكتاب المقدس 176 مرة. نعم 176 مش قليل، مرة بين كلمة الأردن ونهر الأردن وعبر الأردن. عبر الأردن. وهذه الأوراق هي الآيات بالشواهد أين ذكر الأردن. 176 مرة ذكر في عهد قديم وعهد جديد. هذا لازم ناخذ هالدوكيمنت ننشرها. هو أنا حطتها منزلها في كتاب يمكن ذكرت نعم. لحضرتك عنه، عن رعوث المؤابية. نعم نعم ذكرت لنا على هذه المرأة اللي موجودة في اللي كانت تعيش قرب في مؤاب، مؤاب نهر الأردن. نعم نعم مؤاب الكرك. نعم نعم, نعم. وكنا بدنا نعمل عنا فيلم وقصة حياتها، لكن نعم لكن ان شاء الله ان شاء الله اتفقت مع معالي نايف الفايز وزير السياحة والآثار، اتفقت معه وعدت كمان انه بس نرجع من القاهرة راح انتقل الى الكرك، هضلي هناك كم من يوم بحيث هنعمل اشي لرعوث يكون اشي قائم بحيث يكون مزار سياحي لها. رعوث المؤابية هي واحدة من جدات السيد المسيح نعم. له المجد. فإذا واحدة من جدات المسيح طلعت من الأردن, فمعناته يعني بالأولى الأردن لابد أن تهتم بهذه الشخصية كمان يعني. نعم حلو هذا كمان يعني مشروع لازم الواحد يهتم بإذن فيه الله. لأنه الأردن لما منقول إنه غني في هذه الكنوز اللي لازم نحن نهتم فيها، وكشعب مسيحي كمان نحن علينا المسؤولية أبونا إنه إحنا نبرزها وندرسها ونطلعها بشكل نعطي هالخبر أو هاي التاريخ نبرزه للجيل الجديد ليقدر هالأرض المقدسة. لما بنحكي أرض مقدسة ليش هي مقدسة؟ لأنه التاريخ ذكر هذه الأرض نعم. وقدسها نعم. في وجود أشخاص قديسين عاشوا في هذه الأرض وأنبياء من العهد القديم نعم. نعم. يعني إيليا النبي اللي هو مر الياس نعم. أصعد بالمركبة النارية من عنا من هنا جنب النهر بس من شقتنا احنا نعم. أصعد بالمركبة وكان معاه تلميذه إليشع نعم. وهذا عهد قديم نعم. القديسة مريم المصرية عاشت هون في الأردن 40 سنة بعد التوبة بعد نعم. ما تابت آخر سنين حياتها 40 سنة الأخيرة قضتها هون في الأردن نعم. في عند نهر الأردن جبل بنشوفه احنا قريبين منه يعني في مغر كتير دليل نعم. عنه كان في حياة رهبانية هون نعم. رهبان عاشت قديسين عاشوا وقديسات أيضا عاشوا. فكمان في شغلات تانية ما في حدا مع الأسف بيجيب سيرتها، ولا سيما الأجيال الجديدة اللي لازم تعرف مثلا نعم. العمود اللي موجود في أم رصاص. ما معنى كلمة أم رصاص؟ إيش الست كنايس اللي موجودين في سيفساء مش موجود زيهم في أي نعم. دولة من دول العالم؟ ست كنايس نعم. بمساحات رهيب. هناك في العمود اللي عاش عليه القديس سمعان العمودي نعم. عاش 20 سنة زي ما مكتوب في كتاب السنكسار نعم. عاش 20 سنة كاملة من حياته فوق هذا العمود. عندنا في مكاور بقايا قصر هيرودس الملك هيرودس اللي نيم فيه القديس يوحنا المعمدان ليلة قطع رأسه نعم. لما حب يبعدوا عن المكان هناك فحبسوا هون في مكاور, وتاني نعم. يوم قطعوا رأسه نعم. فبرضو هذا مكان لابد أن يهتم فيه نعم. أمور كتير 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 محتاجة شغل كتير. كان هذا أبونا باب آخر لازم نشتغل معاك فيه باب السياحة لازم نبلش شوي شوي نحضر له.
فأبونا نحن هلا في حلقتنا مع الزمن الميلادي الجديد ب 2021، فإحنا كل سنة بنحتفل بالميلاد بطرق مختلفة، فالسنة الماضية كانت بطريقة استثنائية خلتنا نعيد حساباتنا عن مفهومنا للميلاد ومفهومنا للأعياد الدينية. نحن أبونا في هالحلقة اليوم ميلاد النور وحياة جديدة، واخترنا هذا العنوان فبحكي لك انه احنا حضرنا كل اشي لهذا الموسم الميلادي، عملنا اكبر شجرة ميلاد ومزينة باكتر احلى الزينة، وايضا تكنولوجيا صارت على كبسة الزر، تكنولوجيا بتضوي الشجرة الوان، ما في داعي انك تغلب حالك تقعد تلف السلك مثل زمان، لا كلها هلا بتكون مضوية جاهزة، بس انت تركب عليها الاضواء ولا هلا التماثيل او هالصور الجميلة وباغلى الاسعار، لانه عيد الميلاد لازم اغلى اشي نحط فيه. عملنا المغارة، اكبر مغارة في البلد، اطول شجرة في البلد، عملنا سوق الميلادي وعملنا بازارات وعملنا بنشتري نبيع اجمل الاشياء اللي كلها رمزيات للميلاد، وايضا اللبس الجديد من احسن الماركات عيد الميلاد، وايضا الهدايا من اغلى الهدايا. هلا كل الاولاد صاروا على التكنولوجيا، ما بيقبلوش بهديه هيك صغيره طبعا. مثل سياره صغيره وهيك، لا 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 يا ابونا، نحن جبنا كله هيك الايباد والالكترونيات والموبايلات من اخر موديل، والهدايا تحت الشجره، خلي الاولاد تفرح، خليها تنبسط، عيد الميلاد عيد الفرح. وايضا سانتا كلوز بده يجي بهالقبه ومعه الطبل والزمر والعرباي اللي معبايه هدايا وراه، فعشان الاولاد تفرح. وايضا يا ابونا احلى الحلويات والكيكات وتزيين الكيكات، في ستات بتتنافس على التزيين، نعم، وكل هذا لعيد الميلاد. وايش كمان حضرنا غير الشوبينج اللي بنسويه من هون ومن هون، وفي بنسافر من مناطق تانية عشان نجيب كمان اغراض يعني مختلفه عن اللي موجوده في البلد. فشو كمان حضرنا؟ يعني كل هاي الامور حضرناها للميلاد، فشو ناقص ابونا؟ بس شو اللي ناقص؟ تذكري في الهدايا الموبايل ابو ثلاث كاميرات. ايوه هذا اخر موديل، لسه مش طالع، لسه ما صار موجود. ثلاث كاميرات، نعم ثلاث كاميرات لازم يبقى ضمن الهدايا، يعني هذا الشيء هيك كله، يعني افضل الانواع من افضل الماركات. نعم. واغلى. نعم. الانواع. شو ضل ناقص ابونا؟ ناقص اهم شيء، كله مهم يا ابونا. ما فعلا هذه شغلات بتدخل البهجه والفرحه، واي ثينك ان كلنا محتاجين نفرح، بس المفروض يسبق كل هذا علاقة الإنسان الروحية بمولود مذود بيت لحم. يعني ممكن نفرح يوم يومين بكل اللي تفضلتي ذكرتيه يعني، وفي أزيد طبعا، ممكن نفرح يومين ثلاثة ماكسيموم، بس هنرجع تاني لحالة الكآبة القلبية والفكر المظلم، والحياة ليست لها بهجة في عيوننا. السبب الرئيسي ان احنا اهتمنا بكل شيء في حياتنا ما عدا شيء واحد، ما اهتمناش بصاحب العيد المسيح له المجد. هو عشان هيك اخترنا العنوان لما تفهمت مع حضرتك فيه عيد ميلاد النور. نور يعني فرح، يعني بهجة، يعني مسار، بس مش اللي هيدخل الفرحة في قلوبنا الهدايا ولا الموبايل ابو ثلاث كاميرات أو 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 أو، لا، اللي هيدخل الفرحة الحقيقية هو العلاقة اللي بين الإنسان وبين السيد المسيح له المجد. وهو قال أنتم هحول حزنكم لفرح، ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. هذا الفرح الحقيقي اللي بيدوم، لكن فرح العالم مهما كان مسمياته أو هذا فرح مؤقت. الفرح الحقيقي في العيد مع صاحب العيد. في ناس أحيانا، ناس بتدخل بشهر 12 تعمل كل الاحتفالات والترتيبات
وكل شيء، وتطلع بعد عيد الميلاد ما تقابلتش ولا قالت كلمة واحدة لصاحب العيد. يعني مع الأسف الشديد فعلا يعني وصلنا لسنة 2021 وهلا احنا في نهايتها، لكن لسه فيها الفراغ الروحي عند شبابنا وعند صبايانا، اهتمام في الماديات أكثر من الروحانيات. ضاع الروح، ضاع الهدف، ضاع صاحب العيد بين كل هالهدايا. يعني مركون هو في مغارة محطوط هالتمثال هالصغير، وبيضل هالتمثال الصغير بعده بهالمغارة بقاع هالشجرة. وهذا إذا في ناس عملت مغارة، كمان في ناس كتير بتهتم إنها تسوي الشجرة وبتنسى المغارة، مع إن هي المغارة هي الأساس، هي مغارة بيت لحم لازم كل إنسان يتطلع عليها في بيته بيوم العيد ويتذكر هالطفل المولد عشاني وعشانك وعشانكم وعشان هالخلاص البشرية. لما بنحكي أبونا وسمعتها منك، لما ربنا تجسد ونزل السماء على الأرض وصارت الأرض ملكوت وصارت الأرض هي السماء، يعني لما سمعت هذا الكلام تأثرت منك فيه، لما قلت لنا أنه الأرض صارت سماء لرب المجد لما تجسد وولد من مريم العذراء. فكيف بدنا نقدر نوصل هالمعاني وهذا الشعور بميلاد ملك النور، بميلاد النور والحياة جديدة؟ كيف بدنا نرجع نولد من جديد بحياة جديدة؟ هبدأ الإجابة على سؤال حضرتك بمقولة. معلش بعد إذنك أشرب. تفضل. بمقولة قبل التجسد الإلهي. نعم. كان يقال للإنسان أنت تراب وإلى تراب تعود. نعم. معروف. نعم. انت اصلك من تراب هتعود للتراب، ماشي. نعم. بعد التجسد الالهي اللي هو كان بدايه، بعد بشاره الملك جبرائيل للعذراء، التجسد الالهي عمانوئيل الهنا، عمانوئيل يعني الله معنا، ها. نعم. وعظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، هيو في المغاره، في مغاره هيو ظهر، الناس بدات تشوفه. شوف شوف. نعم. ماشي. بعد الفداء اللي تم على الصليب اللي كانت بدايته التجسد الإلهي بعد البشارة، بعد الفداء اللي تم على الصليب يقال للإنسان مش أنت تراب وإلى تراب تعود، أنت سماء وإلى سماء تعود. يا الله يا أبونا، أنت سماء وإلى سماء تعود. فالتجسد الإلهي هو النور، عشان هيك اخترت مع حضرتك العنوان. نعم. عيد ميلاد النور. نعم. عيد ميلاد النور لازم نفرح، ولازم يكون في علاقة بين الإنسان وبين ربنا. كم ألف مسيحي من كم مليون مسيحي بيقفوا ليلة عيد الميلاد ويشكروا ربنا، أشكرك يا رب إنك تجسدت عشاني، إنك أنت تجسدت عشاني، أشكرك يا رب. نعم. أشكرك يا رب أنك تركت عرش سماك وجيت بين البشر. على فكرة المسيح ما تألمش أسبوع، إحنا بنسميه في الكنيسة أسبوع الألم. نعم. المسيح اتألم له المجد، اتألم 33 سنة. نعم. مع البشر. نعم. بس هو جاي بإرادته، هو صلب بإرادته. نعم. هو فدانا بدمه، دفع كل الفواتير اللي علينا إن صح التعبير، كل النقائص تبعتنا، كل هذا من محبته لينا. وقال لكل إنسان، قال محبة أبدية أحببتك، لأجل ذلك أدمت لك الرحمة. هذا عيد الأفراح، لازم نفرح بس روحيا. ناس بتروح قداس العيد قبل ما الكنيسة تطلع ربع ساعة في الآخر، ما تقابل مع صاحب العيد. نعم. ما تقابل، ما رنم، ما سبح. التسبيح اللي في الكنيسة مش قصر على الكواير، التسبيح هذا شركة مع السمائيين. نعم. ما هو نزل فجأة حول الأرض إلى سماء. سماء. الأرض كانت ظلام زي ما بيقول لنا في سفر التكوين. نعم. بيقول لنا في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة. كانت الأرض مظلمة. نعم. ظلام. وروح الله يرف على وجه الماء، وقال الله ليكن نور فكان نور. نعم. سفر التكوين صحيح. نعم.
إذن هو مصدر النور، هو النور الحقيقي اللي أتى إلى العالم. مش هيك وبس، المسيح له المجد في يوحنا 8 يقول لنا إيش؟ أنا هو نور العالم. طب يا رب شكرا، حلوة حلوة دي يا رب. يقوم يجي في متى 5 يقول أنتم نور العالم. نعم. نقول له طب ما هو حدد موقفك يا رب. نعم. أنت اللي نور العالم ولا نحن ولا إحنا؟ نعم. يقول لا، يقوم يدينا مثال في الطبيعة، القمر. القمر جسم معتم، ها؟ القمر جسم معتم، بيستمد ضوءه منين؟ يقوم يعطي ضوء لنصف الكرة الأرضية. أهو هكذا الإنسان المسيحي، الظلمة كادت تبدد الإنسان، النور لحقنا، النور أنقذنا، النور فدانا على الصليب. فرجع قال طيب انتوا استمدوا النور مني انا عشان تضيئوا للناس. حلو. وقال هكذا فليضيء نوركم قدام الناس ليكي يروا اعمالكم الحسنه ويمجدوا اباكم الذي في السماوات. في السماوات. الست، معلش ابونا، من في الست عم بتتصل بدها تسالك سؤال. مين معي بليز؟ صباح الخير. صباح النور. سلام المسيح معكم، انا ام خالد. معلش تعلي صوتك شوي بعد اذنك. سلام المسيح معكم. نعم تفضلي، اهلين معك. بدي اسال ابونا، احنا عندنا في الكنيسه وفي الكتاب لم يرد ذكر انه للعذراء مريم الها اخت. هم الاضباط بيقولوا انه العذراء الها اخت. امتى لحق يواكيم وحنا اللي كانوا عاقرين يجيبوها وهي العذراء دخلت الدير الهيكل وهي عمر 3 سنين، وفي عمر 6 سنين توفى والد يواكيم. نعم. فاحنا بنعرف انه مريم زوجة كلوبا هي بنت خالتها للعذراء مش اختها. نعم. يعني الكتاب يرد كان في العهد القديم بنت الخال بنت العم بنت كذا يقولوا عليه اخته مش. فكانت مريم هي بنت خالة العذراء زوجة كلوبا. نعم. فشو رأي أبونا فيها؟ أبونا عم تسأل إنه ورد في الكنيسة القبطية، هذا هو سؤالك؟ نعم إذا ممكن. حبيبتي الله يسعدك. وفي كمان سؤال بعدين إذا جاوبني أبونا. أوكي. إذا ممكن. تمام، هلا بعطي السؤال لأبونا وبرد لك عليه خلال الحلقة. شكرا لإلك ولاتصالك. شكرا حبيبي. عزيزتي شكرا. الله يسعدك. أبونا، في طبعا أشياء أو تساؤلات، واحدة منها من اللي عم بتثيرها الست المتصلة، بتقول عن أنه موجود في الكتاب المقدس في الطقس القبطي عن أخت لمريم العذراء، وبتقول أنه ما في يعني مجال كان ليواكيم أنه يخلف بنت غير مريم العذراء، فموضوع الأخوة والأخوات وأخوة يسوع والعيلة. من الأشياء كمان اللي بيثيروها الناس، لماذا العيد ب25 وفي عيد ب7 الشهر، وفي ناس بتعيدش العيد الميلاد، وفي ناس بتعيد بتواريخ معينة، مين اللي أثبت الأعياد بهاي التواريخ، ومين اللي قال إنه هذا الصح وهذا مش صح وهذا الخطأ ومش هالخطأ؟ تساؤلات كثيرة. طبعا إحنا ما بنحكي إنه هاي الأسئلة والتساؤلات مش مهمة، في ناس كثير تعتبرها إنها هي مهمة لازم الإجابة عليها عشان ينطلقوا في إيمانهم. لا، احنا في النهاية بنقول انه الايمان المعنى، الايمان الروح، الايمان في القلب، شو بقول لك قلبك؟ يعني هاي الامور شكليات صفت، يعني احتفلنا في الميلاد ب 25 الشهر انه كان عيد وثني، وعملوا ب 25 لانه كانوا وقت الرومان يحتفلوا بعيد الشمس او عيد النور او عيد اوروليانوس وقت الامبراطور اللي صار، وحولته الكنيسه بالاخر لانه يكون انه النور وعيد الشمس هو النور يسوع المسيح، وحولوا عشان يلغوا العيد الوثني تاريخه اللي كانوا متمسكين فيه الوثنيين او الرومان، ويعملوا عيد السيد المسيح. وطبعا على التقويم اليولياني 25 صارت ب7/1 لأنه اختلاف الحسابات، فصار ناس ب7/1 وناس ب25 الشهر. لكن كل هاي الأمور
يعني تعطيني فكرة إنه موجودة وموجود في الكتاب المقدس هيك، وفي خوات وإخوة، وين أخوة يسوع ومش أخوة يسوع، وإخوان وقال بالكتاب المقدس إخوانك عم بيستنوك برا وقال لك لا أخي ولا أختي ولا أمي ولا أبوي. فكيف بنقدر إحنا، مش رح أقول لك إنك تفند على كل بند، بس ماذا تقول لهذا الإنسان المؤمن الذي يطرح هذه الأسئلة؟ هجاوب باختصار شديد. نعم. عشان نرجع لموضوع النور بالزبط. تاني باختصار شديد جدا، طبعا الكل بيعرف ان في تقويم يولياني وفي تقويم غريغوري. نعم. طلع بيناتهم الفرق اللي بين 25 وهذا. لكن احنا ككنيسة قبطية أرثوذكسية احنا بنعيد على حسب تقويم القبطي. نعم. شهر كياك، لو حسبتي شهر كياك العذراء ولدت 29 كياك، لو حسبتي حضرتك من عيد البشارة لعيد الميلاد هيطلعوا 9 شهور تماما. نعم. هذا بالنسبة للكنيسة القبطية. نعم. 29 كياك التقويم هذا. بالنسبة للأخت اللي بتسأل عن العذراء مريم، نعم طبعا احنا كمسيحيين كلنا بنؤمن بدوام بتولية العذراء. الكنائس. نعم. الرسولية تؤمن بدوام بتولية العذراء. العذراء بتول قبل البشارة بعد البشارة، العذراء بتول وهي حامل، العذراء بتول وهي بعد ما أنجبت السيد المسيح له المجد، العذراء دائمة البتولية. ولو كانت العذراء اتجوزت ما كانش المسيح له المجد وهو على الصليب أوصى بها القديس يوحنا لما قال له هو ذا أمك، وقال للعذراء مريم هو ذا ابنك. فالعذراء دائمة البتولية، هذه عقيدتنا الأرثوذكسية وعقيدتنا الكاثوليكية. كل الطوائف الأرثوذكسية. نعم. وكل الطوائف الكاثوليكية تؤمن بدوام دوام بتولية العذراء. عشان هيك دايما بعطي تدريب أقول أي واحد فينا هيلفظ اسم العذراء يقول العذراء مريم دائمة البتولية. نعم. العذراء مريم دائمة البتولية. فعلا العذراء كان إلها أخت وسموها مريم. نعم. برضو كيف أختين بنفس الاسم؟ القديس يوقيم القديس حنة قالوا مريم الأولى هذه بنت الهيكل، لأنه إحنا ندرناها يا رب إذا عطتنا وهم جابوها وهم كبار في السن، إذا عطتنا ناس هنقدمه ندر للهيكل فقدموه. فالبنت التانية سموها بنفس الاسم قالوا هذه مريم، بس مريم هذه بنتنا. طب وين موجود الكلام ده؟ الكلام ده مش في الكنيسة القبطية بس، الكلام هذا في الكتاب المقدس. بقول للأخت اللي سألت تفتح الكتاب المقدس إنجيل يوحنا الإصحاح 19، إنجيل يوحنا الإصحاح 19. القديس يوحنا لأن هو اللي كان تحت الصليب وقت الصلب، بقية التلاميذ كانوا بيتابعوا من بعيد، قال وكنا واقفات تحت صليب يسوع. نعم. مريم. نعم. العذراء مريم ومريم زوجة كلوبا وأخت أمه، أمه مريم وأخت أمه زوجة كلوبا. وهدول مريم الثانية هم اللي قالوا له هو ذا إخوتها، لأن خلفت 4 مريم الثانية بالزواج، لكن العذراء مريم بالروح القدس. نعم. مريم زوجة كلوبا، كلوبا أو حلفة، لأن كان الرجل في الزمن هداك كان له اسم عبراني واسم روماني. فحلفة عبراني، كلوبا روماني. زوجة كلوبا. إنجيل يوحنا الإصحاح 19 وكنا واقفات تحت صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا. واضحة القديس يوحنا شارحها. نرجع لموضوع. نعم. يعني السائلة اللي اتصلت إن شاء الله نكون جاوبنا على سؤالك. لما قالوا له هو ذا إخوتك انتظرونك بالخجل ولاد خالته ولاد مريم زوجة كلوبا. نعم. نرجع لموضوعنا. الرعاة لما ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء عليهم، لازم يكون في مجد فرحة، لازم يكون في نور للقلب، مش نور كهرباء، نور للقلب. بنعمل مغارة وشجرة وألوان ولمبات وحلو، أمور بتدخل فعلا الفرحة والبهجة، بس احنا بدنا الفرح يستمر. والفرح على فكرة وصية هنحاسب عليها كلنا في حسابتنا أمام الله،
لما قال افرحوا، واو الجماعة، افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. نعم. افرحوا في الرب، لازم نفرح. نعم. رغم مأساة وطئ اللي بنصلي ليل ونهار ان ربنا يزيح هذا الوباء، لكن رغم الوباء اللي نسب عماله، ورغم ربنا يعزي كل بيت كان فيه منتقل يعني، لكن لازم نفرح. لازم. المسيح اتجسد عشاني وعشانك وعشانها، ودايما اقول قول هو صعب شوية، دايما اقول عيد الميلاد السنة الماضية كان في ناس معانا موجودين في الحياة. نعم. هلا مش موجودين. كان عيد الميلاد اللي فات هو اخر فرصة في حياتهم. احنا ربنا بيعطينا لسه فرصة جديدة. نعم. فالمفروض ان احنا نستغلها روحيا. المفروض صوم الميلاد هو تهيئة لاستقبال المسيح المتجسد. عمانوئيل هيبقى موجود معنا ليلة. نعم. العيد. الله معنا، عظيم ان هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، فرح، نور. كان اعلان لهذا النور مع الرعاة لما ظهر ملاك الرب مجد اضاء حولهم. احنا كمان بنستعمل، هنحتفل باضاءة، هتضوي ايش؟ لمبات نور، إضاءة شجرة الميلاد. فاللفظ نفسه تبع عنوان حلقة اليوم عم نستعمله في حياة تعالي هنضوي الشمعة بكرة. نعم. تعالي هيك. طيب في كمان حقيقة النور بنأكدها في كل قداس وفي كل صلاة، حتى في بيوتنا لما بنقف نصلي ربنا احنا بنكرر كم مرة في اليوم دستور الإيمان أو قانون الإيمان. بنعلن حقيقة فرحتنا بالتجسد الإلهي. فرحتنا بالنور، نقول إلهنا هذا اللي احنا بنحبه وبنعبده نور من نور. من نور فعلا. هذا إعلان. طب كيف انت واقف في القداس بتقول نور من نور، إله حق من إله حق، والقلب كله مظلم، هم وغم وظلام، ويبقى بنردد بس هيك، بدناش ندخل تحت الآية اللي بتقول هذا الشعب يعبدني بشفتي لكن قلبه مبتعد عني. أظن وقتنا قرب على الانتهاء. تفضل. أهلا، صباحك نور دكتور جلال. تحط السماعة أبونا. في معنى اتصال من الدكتور جلال فخوري، وهو كاتب وباحث لاهوتي. و تفضل دكتور، سامعني؟ نرجع له. اوكي. معنا ابونا تقريبا ربع ساعة. طيب. فبنقدر نحكي انه 10 دقائق نرجع نعيد او نركز اكثر على افراح الميلاد. نعم. ذكرنا نحن افراح الميلاد وكيف الانسان يفرح، بما انه يسوع المسيح كمان في ذكر في الانجيل افرحوا واكد عليها. كيف نفرح هلا في الميلاد؟ بدنا عشان نعطي معنى جديد لحياتنا، فكيف تريدنا ان نفرح؟ مش كيف تريدنا، يعني قصدي انه ابونا انطونيوس كيف بده ايانا نفرح، بس كيف انت تفرح؟ اللي يفرح القلب التوبة الحقيقية. ابونا دقيقة معلش اقطعك، ارجع اتصال جاهز. تفضل دكتور. هلو. هلو، صباح الخير. صباح النور ابونا انطونيوس، حنا معك. يلا صباح الخير يا ابونا. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا. إيه، انا بدي اتجاوز كل التقاليد واحكي شغلة خاصة بعيد الميلاد. تفضل. تفضل. ان مجيء السيد المسيح فقط لأمر واحد، أن مجيء المسيح. نعم. وميلاد المسيح جاء لأمر واحد فقط. نعم. وهو أنه ليلبسنا أوسمة الإلوهية. يلبسنا ألبسة الإلوهية، أي بمعنى ثاني لا جاء ليخلصنا من الشر. نعم، هذه كلها إضافات، ليخلصنا من الشر ولينقذ الإنسان من الشقاء وما إلى ذلك، ولكنه هو جاء فقط لأمر بالغ الخطورة والحساسية، وهو أنه
ليلبسنا أوسمة الإلهية، أي ليجعلنا آلهة مثله على الأرض، لأن السماء هي انعكاس، صورة انعكاسية على الأرض، صورة انعكاسية للسماء. نعم مملكة دكتور. مملكة السماء على الأرض هي مملكة الله، هي الأرض. حلو، شكرا دكتور. ما رأيك أبونا؟ تفضل. هلا أبونا رح يجاوب على هذا السؤال ونكمل كيف نفرح في الميلاد. شكرا دكتور على اتصالك. شكرا. اهلا، الله معك. اذا سمحتي لي بس، نعم، عشان تفضل نكمل الفكره الموضوع. نعم. سالتيني حضرتك كيف نفرح، كيف نفرح في الميلاد. التوبه هي حلو. السبب الرئيسي للفرح. نعم. والتوبه معناتها الرجوع الى الله، الرجوع الى الله. وفي برضو تعبير روحي جميل، احنا طول السنه هربانين من ربنا، الهروب من الله هو اللي مسبب لنا الظلمه. طب بينا النور، يقول الهروب الى الله. ده. ارجع لربنا. ده. احضر قداسك من الاول، توب، توب اعتراف، تناول، اتناول من جسد الرب ودمه الحقيقيين الاقدسين. هذا عظيم ينبوع الفرح، والفرح اللي بيدوم. ممكن الواحد ما يبقاش في جيبته 5 دنانير، ما عنده مصاري خلاص، بس فرحان، فرحان بربنا، هو الفرح الحقيقي. نعم. وعد وقال لا ينزع احد فرحكم منكم. بدي اختم بيه قبل ما البرنامج ينتهي، كم من كلمه عشان نقرب من مولود مذبح بيت لحم، نقرب منه. نعم. شوف هو بيقول لنا ايه. هذه الكلمات انا اقتبستها من نيافة الانبا رفائيل. نعم. نيافة الانبا رفائيل قال ايش، هذه اللي تسحبني تجذبني ناحية افراح الميلاد. قال الله يحبك، ما ليش تجسد، الله يحبك، يحب ابتسامتك وفرحتك، ويحترم حزنك، يتفهم غضبك، يدمع لوجهك، آسف، يدمع لوجعك، يسمع صمتك، ينصت لأنات نفسك، أنين، لا يمل شكواك. الله يستمتع ببنوتك، يتغنى بصلاتك، يجيب كل طلباتك، الله يرافق خطواتك، يرسم بدقة غدك، يغمر مستقبلك بالأمل، يشبع كيانك، يكمل بحنو نقائصك، يثق بقدراتك، يعرف إمكانياتك، الله يلاطف عنادك. كلنا بنعند مع ربنا، هو بيقول يمين نعمل شمال، يحاور منطقك حتى مر خطيتك يحوله لصالحك. الله يحبك وحبه فيه كفايتك، فاجعل الله يملك على قلبك. هذا هو مولود مذود بيت لحم. يا الله يا أبونا، هذا يعني هو مولود مذود بيت لحم. آخر آية هقولها. نعم. في النور والحب الإلهي، آخر آية في أشعياء 62. نعم. شوفي قيمة النفس البشرية اللي هي موضوع حب الله، شوفي القيمة عند ربنا. شوفي المسيح له المجد، كل يوم في أيام صوم الميلاد يقول لكل واحد فينا، كل نفس بشرية، اي مغارة بنشوف، اي شجرة ميلاد بنشوف، بيطلع منها صوت، بس عشان احنا مسكرين دان عنه فمش سمعين. نعم. صوته، صرنا من كتر ضغوطات الحياة وانشغلنا بامور الحياة، صرنا لا نميز بين صوته الالهي وبين الاصوات الاخرى. شوف الاية هذه يعني بتأثر في عمق وجدان الإنسان، لما يقول وكفرح العريس بالعروس. نعم. وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. يا إلهي. هذا. نعم. لكل إنسان. نعم. طب لكل نفس بشرية،
وكفرح العريس بالعروس يفرح بك أيتها النفس البشرية، يفرح بك إلهك. لماذا تجسد المسيح؟ عشان نفرح. يبقى لازم نفرح. لازم نفرح، بس الفرح اللي هو نابع من النور، نور أشرق للصديقين. نعم، نور أشرق للصديقين، فرح. وعلى فكرة الفرح مش في العيد بس، لما تفتحي كتابك المقدس في البيت تفرحي. نعم، لما تحضري قداس من بدايته وتشاركي في التسبيح فرح، هتفرحي وهتشوفي النور. لما تخدمي إنسان بدون مقابل هتشوفي هتعيش الفرح. لما تزوري مريض هتعيش الفرح. لما تعزي حزين هتعيش الفرح وتشعر ان النور ابتدى يسيطر على القلب كله، ما بقاش في مكان للظلمة. نور أشرق للصديقين. عشان هيك احنا في العيد بنعيد على بعض. نعم، المسيح ولد، هللويا. نعم، هللويا يعني ايش؟ افرحوا، افرحوا فعلا، هللويا افرحوا. كان داود النبي في المزامير حتى اللي فيها أكبر معاناة عناها في حياته، من ضيقات ومتاعب وأحزان واضطهاد و و و، كان في الآخر يكتب كلمة إيش؟ هللويا، هللويا، فرحوا، فرحوا فعلا. فرحوا يا أبونا، يعني هو بالنهاية عيد النور وعيد الفرح، هو اللي يجلب الإنسان الفرح إلى حياته إلى نفسه. لكن نحن أخذنا هذا الفرح، أنا كيف بدي أكون فرح؟ مثل ما بلشت في البداية أزين وأجيب موبايل وهدايا، لكن الفرح الحقيقي ما لازم يضيع من حياتنا. معنى الفرح الحقيقي لازم ما يضيع من حياتنا، مثل ما انت تفضلت انه طفل هالمغارة اللي جاي بالفرح للإنسان المتألم والإنسان الخاطئ، الإنسان المعذب، الإنسان المضطهد، الإنسان اللي الفقير، الإنسان اللي المسجون، إن كان السجن الحياة اللي ساجن فيه داخلي. الداخلي، المكتئب، الإنسان. وأيضا يعني في ناس بتقول لك أنا بدي أفرح، بدي أنبسط، بدي أكيف مع أولادي. يعني غلط؟ مو غلط. وإنت حكيت إنه مش غلط إنه نفرح، لكن بنفس الوقت نحضر القداس من بدايته، مش راي على القداس وأحضره من نهايته وخلص أعمله واجب اجتماعي. ما يكون فرحنا فقط بالمظاهر والاجتماعيات، لكن فرحنا يكون فيه شيء كل إنسان بهذا العيد يعمل شيء غير عادي. يعني أنا دائما بقول إنه كيف بدك تشعر بتجديد في حياتك وتسوي تعمل حياة جديدة لما بتعمل شيء جديد مش متعود عليه. نعم، مثل ما أنت تفضلت، أزور مريض، أساعد محتاج، يعني إشي مش متعود عليه تعمله، أعمله هذا الشهر. نعم، وكمان ممكن يصير في عادة وأعمله كل شهر، إني مثلا أفرح إنسان محتاج، أفرح إنسان مريض أزوره، أفرح إنسان متألم، إنسان مظلوم، إنسان بحاجة لأسمعه، إنسان ابتسم في وجهه. يعني أشكال الفرح اللي بقدر أقوم فيها أشكال كثيرة. نعم، فهذه الحياة الجديدة، هذا هو ميلاد النور. نعم، في بس جزئية حضرتك ذكرتيها في حديثك. نعم، عن ولادنا. نعم، مش كل ولادنا مرتبطين بالكنيسة. لا، وخصوصا من هم بدأوا مرحلة الشباب. نعم، وما عندهم رغبة ان هم يحضروا قداس، يقولك بيطولوا وريحة البخور بتخنقني وانا حجج كتيرة، واخر حجة كورونا. نعم. كورونا اجت وعطت كمان حجة اخرى. لا لا، تجمعات، لا لا لا، فيروس، لا لا، بديش امرض. انا اكتشفت انه هم غلط يكونوا بعاد عن الكنيسة، أن الكنيسة هي المسيح. نعم، مش الكنيسة مبنى، الكنيسة هي المسيح. فما بيتناولوش إلا مرة مرتين في السنة، وهذا خطأ. ما بيفتحوش الكتاب المقدس، ما لهمش ميل إن هم يسبحوا ويرنموا. العالم مخدهم، الميديا مخداهم. نعم، والفيسبوك وما إلى ذلك. فأنا اكتشفت شغلة، إن هو هذا خطأ، بس فينا إحنا كآباء وأمهات خطأ، إن إحنا درجة صبرنا قلت، ما عندناش مثابرة معاهم.
لازم كل أب وكل أم يكون طويل البال وبالترغيب مش بالترهيب. نعم. لا بالترغيب. بالتخويف. لا أسلوب. نعم. مش آخر. نعم. أنت ربنا معرفش هيسوي فيك، أنت على النار، أنت مش عارف إيش. نعم. الأساليب هذه بتزيدهم بعد. نعم. لكن إحنا نرغبهم. كمان سلوك الأب والأم في البيت هو مرآة لولادهم. نعم. إذا ابنك رافض يفتح الكتاب المقدس في البيت، خليه يشوفك من غير ما تقوله تعالى اقرأ، خليه يشوفك وانت قاعد فتح الكتاب المقدس. نعم. وانت نازل، طيب بابا بتحب تيجي معي القداس؟ لا ما بدي. طب انا رايح القداس. نعم. بدنا مثابرة معاهم، هدول. نعم. مسؤوليتنا يعني. نعم. ونرغبهم بالترغيب ونصلي من اجلهم، ربنا هو اللي هيجذبهم، ولما ربنا هيجذبهم هيبقى هذا قمة الفرح الحقيقي، ويبقى نور المسيح، نور التجسد الإلهي عم في البيت كله، في الميلاد، في الميلاد، ونصير. نعم. ميلاد حلو، ميلاد زي ما بده إياه يسوع المسيح إن شاء الله. يعني وهذه الرسالة اللي نقولها بهذا الصباح. الكلام معك أبونا ما بعرف كيف الساعة خلصت، يعني الكلام معك ممتع، وفي اتصالات كتير على الهاتف بدها تسأل أكتر وأكتر، فإحنا طمعانين في كمان حلقة أخرى عن الميلاد، خاصة إحنا في هذا الشهر، فإحنا بدنا نستضيفك الأسبوع الجاي إن شاء الله عشان ما نزعل أصدقائنا، ونحن في كتير أسئلة كمان على الصفحة ناس ذكرها، وبرضه كمان ما قدرناش إنه ناخدها لأنه الوقت كان قصير. نرتبها بإذن الله. نرتبها إن شاء الله. نعم. الثلاثة الجاي للإجابة، ومحدش يزعل منا من الأشخاص اللي كانوا عم بيتابعونا وما قدروش إنهم يتواصلوا مع أبونا، بس أبونا حكى كلام جميل، أجاب على التساؤلات كيف نفرح، وأيضا إنه ما نتعلق في الماديات. حلو شجرة كبيرة ومزينة، وحلو هدايا أطفال تحت الشجرة ورؤية الأطفال وهن بيفتحوا بالهدايا، بس لازم مثل ما ذكر لأبونا نحن يكون عندنا صبر وجلد مع أولادنا تنعرفهم عنا على طفل المغارة، على الطفل الميلاد. وأنا عم بفكر بقول إنه كل شجرة ميلاد لازم يكون فيها مذود الميلاد، لأنه. نعم. شجرة الميلاد ما إلها معنى قد ما معنى المذود. نعم. اللي هو يسوع، بيت ليسوع، يولد في قلبك، يولد في هالمذود، يولد في بيتك، فلازم ضروري تعمل هالمذود تيشوفوا ولادك هالمذود. نعم. كمان ممكن إذا ولادي في البيت رافضين يروحوا الكنيسة، ما تضغط عليهم. نعم. زي ما قلنا بالترغيب. لكن أقف صلي بيهم عند الشجرة، عند الشجرة، عند المغارة، أقف صلي بيهم أهو. نعم. يعني يبقوا حكوا مع ربنا برضو يعني. نعم. وبدايات هيك يعني. نعم فعلا يا أبونا. نعم. فعلا أبونا شكرا لإلك، وصباحك نور. شكرا لكل أشخاص اللي تابعونا على صفحتنا على فيسبوك على نورسات وعلى التلفزيون، وأيضا كل الأشخاص اللي صبحوا على أبونا، وأكيد أبونا برجع للصفحة بتقرأ صباحاتك شخص شخص واحد واحد صبح عليه، يعني ممكن تكتب له لايك إنك شفت الكومنت. لكن هدول بالنسبة لإلهم كتير مهم يا أبونا على التاب تبعك، لأن أنا ما عنديش فيسبوك. ما عندك يا علينا عندي. لكن نشوف حدا. إن شاء الله هلأ في ختام اللقاء الأكثر من ممتع، أنا استمتعت. الله يسعدك بالوجود معك، لكن أنا برضك قدام المشاهدين توعدنا الأسبوع الجاي يا أبونا. الله الله يرتب الخير بس. إن شاء الله في نهاية اللقاء. نعم. بشكر ربنا على أنه عطانا هالكلمات المحية من كتابه المقدس، وبشكر حضرتك دكتورة باسمة، وأنا بصلي لك أن ربنا يسندك ويقويكي عشان تقدري تقومي بالمهام الغير سهلة، وبصلي لكل أعضاء القناة هنا، كل العاملين فيها كلهم شباب متميزون كما ذكرت في البداية، ما بيصدقوا بس نطلب طلب وهيك، فربنا يديمكم وكل سنة وانتم طيبين، وعبال يا رب ما تحتفلوا بعيد الميلاد سنين وسنين وسنين. أمين وسنين. يا رب وجودك. وبنصلي ان ربنا يزيح عن العالم هذا الوباء لكي ما تعود الكنيسة في مجدها اللي كان قبل كورونا بإذن الله، وهو القادر انه هو يقيم هذا. تعطينا الوباء. البركة يا أبونا قدام المشاهدين.
إلهنا الصالح نشكرك يا ربي على هذا اللقاء. اجعل يا ربي كل كلمة أرسلتها لنا تكون نكون سامعين ليها يا ربي، عاملين بيها. افتح شهيد قلوبنا يا ربي لكتابك المقدس، لكنيستك، للتوبة، للاعتراف، للتناول. بارك يا ربي على هذه القناة وكل العاملين فيها، بارك في كل ما تمتد إليها أيديهم. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين. آمين يا رب. وشكرا لأبونا أنطونيو الصبحي، راعي كنيسة الأقباط الأرثوذكس في عمان والأردن. في الأردن، لأنه فيش غيرك يا أبونا، ما هو في الأردن. من أنا معايا 2 أباء كهنة مساعدين كمان. معايا 2 أباء كهنة، وعندنا مطرنا المكرم الأنبا أنطونيوس. نعم، موجود في القدس. مطرنا مسؤول عن المنطقة. الشرق. بنشكره في وجوده، لوجوده معنا في هذا الصباح، وبنشكر كل الأشخاص اللي كانوا على البث المباشر لبنان والأردن على هاي الحلقة. وأيضا بنشكر كل الأشخاص اللي تابعونا على صفحتنا وعلى التلفزيون. نصبح عليكم مرة تانية وندعوكم، نتمنى لكم كل خير ومحبة في هذا الزمن المبارك، أن تعيشوا الميلاد كما أراده السيد المسيح، وكما كانت الرسالة في البدء أنها تتحقق في قلوبكم هذا العام. إن شاء الله إلنا لقاء الأسبوع القادم، نتحدث أيضا عن الميلاد وسر الفرح العظيم في ميلاد يسوع المسيح. لكم مني كل محبة، وصباحكم نور، وإلى اللقاء. أعجوبة ليلي لوميير مستمرة، مستمرة فيكم، مستمرة إلكم ولولادكم من بعدكم، ولولاد ولادكم وللجيل اللي بعد ولاد ولادكم من بعد. لما تكون تعبان بهمك، عندك كلمة تريح قلبك، ترجع الدنيا بتضحك لك، نور ساتي ليلو مير، نور ساتي ليلو مير، نور ساتي ليلو مير، نور ساتي رنم صلواتي ليلو مير، محبة وخير. صلوات تليل ومير، محبة وخير.